السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إنه حبكم جميعا في الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على التأكيل اليدوي وكل حاجة تخص التأكيل اليدوي، من أول اختيار العمر المناسب، وبعد كده نوع الأكل، وبعد كده طريقة التأكيل، وبعد كده مواعيد التأكيل، وبعد كده التأهيل للفطام. الجزء الثاني من الفيديو هنتكلم على عملية التقزم، لما يجي لك فروخ عندها تقزم، يعني تبص على الفرخ تحس ان هو عنده يومين وهو اصلا يكون عنده اسبوعين. هنتكلم برضك فيه سبب التقزم وازاي نتعامل معاه وايه مصيره في التربية والانتاج. الفيديو مهم جدا جدا، في معلومات لاول مرة هتعرفها وهتفيدك انت كمربي، حتى لو ما عندكش تأكيل يدوي او عندك حاجات عندها تقزم، المعلومات اللي انت هتاخدها في الفيديو ده هتفيدك جدا جدا، ولازم تكون على دراية بيها. ما تسيبش ولا ثانية وتابع الفيديو لحد الآخر علشان تستفاد، وما تنسناش لايك ومشاركة للفيديو. أنا طبعا في كل مرة ما بطلبش لا لايك ولا مشاركة، بس المرة دي طلبت لايك ومشاركة. ليه؟ عشان الفيديو ينتشر والناس تاخد المعلومات دي، يعني كل ما تعمل لايك وتعمل مشاركة ناس كتير قوي تشوف الفيديو فتستفاد من المعلومات اللي موجودة فيه. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. بصوا يا شباب، التأكيل اليدوي اول حاجة ازاي اختار العمر المناسب عشان ابدأ تأكيل يدوي. ملناش دعوة بالحاجات الشاذة، الحاجات الشاذة دي يعني لا قدر الله مثلا عندنا مثلا فروخ لسه مفقوسة ومفيش ام واب، طاروا ماتوا حصل لهم اي حاجة، دي حاجة شاذة. عشان تبدأ انت تتعامل مع عصفور لسه عمر يوم دي محتاجة منك خبرة. فعشان كده النهاردة مش هنتكلم في الحاجات الشاذة، هنتكلم في الحاجات العامة. الحاجات العامة هي ايه؟ ان احنا هنختار العمر المناسب اللي هنسحب فيه الفروخ من تحت الاهالي ونبدا ناكلها احنا يدوي. طبعا التاكيل اليدوي ده علشان خاطر العصفور ياخد عليك، عشان خاطر ندربه، عشان خاطر نحس بالفه بيننا وبين الطيور بتاعتنا، حاجات كتير قوي قوي. والناس اللي بتربي يدوي وجربت التاكيل اليدوي بتحب قوي العمليه ديت، لان هي بتلاقي تبادل مشاعر من الطيور بشكل غير عادي. اختيار العمر المناسب بيكون عن تجربة، الكلام ده عن تجربة فعلية. بيكون افضل سن تاخد الزغاليل من تحت الاهالي او الفروخ من تحت الاهالي وتبدأ تأكلها يدوي اللي هو سن 15 يوم. طيب ليه سن 15 يوم؟ سن 15 يوم يكون العصفور او الفروخ خدت مادة اللبة من الاهالي، ومادة اللبة من الاهالي ديت اللي هي بتبقى العصفورة الام والاب اول ما العصافير بتفقس بيبدأوا يأكلوها، مادة لزجة طرية جدا جدا، يعني بالبلدي كده ممكن نسميها مجازا لبن العصفور. ديت بتبقى خليط من الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة وحاجات جميلة جدا جدا بتخلي مناعة العصفور طول عمره حلوة قوي. طيب امتى الكلام ده؟ بيبقى من ثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم لحد أسبوع بيبدأ العصفير الأهالي بتدي للزغاليل بتاعتها المادة دي. بعد كده بتبدأ العصافير الأهالي بتبدأ تخشن الكلفة أو الأكل للفروخ، يعني بتبدأ تديهم حبوب. يعني بعد سن أسبوع بتبدأ تبص في الحوصلة بتلاقي فيه بعض الحبوب الصحيحة. طيب في سن 15 يوم كده العصفور الفروخ خدت الحاجات المهمة جدا جدا من الأهالي، وبدأت كمان تعتمد على نفسها كحجم أنت تقدر تتعامل معاه. فعشان كده بقول لك السن المناسب جدا عشان تبدا تاخد الفروخ من تحت الاهالي سن 15 يوم. بعد ما بتاخد الفروخ من تحت الاهالي بتبدا تتعامل معاها ايه؟ هنخش في النوع، في الحاجه الثانيه اللي احنا لازم نعرفها اللي هو لازم نوع الاكل. نوع الاكل بتاع التاكيل اليدوي الافضل على الاطلاق والاحسن على الاطلاق لجميع الانواع من اول البادجي لحد البغبغانات الاي 21 A21. ده تأكيل مستورد بيجي من بره، ممتاز جدا جدا جدا، بس سعره غالي حبتين، ويعتبر هو اغلى تأكيل موجود في مصر. طيب انا ينفع اشتغل بيه؟ ينفع طبعا، ما هو ينفع لكل حاجة واحسن حاجة، بس لازم يكون عندك حكمة في التصرف. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا اللي عندنا بغبغانات وحاجات اسعارها عالية ممكن لازم نجيب A21، عندنا بادجي كوكتيل حبشي الكلام ده ممكن نجيب حاجات اقل اللي احنا هنتعرف عليها بعد شوية. طيب ليه؟ علشان خاطر سعر التكلفة بتاعت التأكيل ما يعديش سعر العصفور ذات نفسه، وبكده انت ممكن تكون بتخسر. ده لو انت حابب
تشتغل كعامل ربح او مشروع ربحي اللي انت تاكل وتبيع حاجات متدربه. طيب لو انت بقى بتربي حاجات غاليه بغبغانات وحاجات ذات قيمه عاليه، فمش هتفرق معاك اللي انت تاكل ايه 21، ان كده كده مهما اكلت ايه 21 لحد الفطام فكده كده سعر العصفور اصلا هيغطي التكلفه بتاعه التاكيل. فعشان كده بقول لك لما تيجي تختار نوعيه التاكيل اليدوي اللي انت بتاكل بيها لازم يكون عندك حكمه في التصرف. طيب نفترض افتراضيا عشان حضرتك تعرف انت تشتغل بايه. الافتراض الاول احنا قلنا لو عندنا بغبغانات هنشتغل ايه 21 عشان يغطي التكلفه، او عصفور طفره حلوه قوي وسعره عالي نشتغل ايه 21. الافتراض الثاني ان احنا عندنا مثلا بادجي او عصافير مثلا كوكتيل حبشي اللي هي حاجات سعرها قليل قوي، ممكن نشتغل الانواع الثانيه. في انواع مصري انا جربتها ولقيتها ذو جوده عاليه وبتنفع معانا كويس قوي، اللي هي ايه بقى، اللي هي عندك كابري وعندك مستر ميكس. الاثنين دول انا جربتهم لقيتهم ممتازين جدا جدا جدا. طبعا بفضل الله احنا يعني ناس بندي معلومات واصلا في الاصل مربيين موفرين الحاجات دي بفضل الله، يعني الاي 21 والكابري والمستر ميكس كل ده متوفر بفضل الله. تمام تمام، نيجي بقى نخش على طريقه التاكيل. طريقه التاكيل الصحيحه ان انت تبدا بعد سن 15 يوم تقدم الوجبه، لسه العصفور الاولا ما تعودش عليك ان هو ياخد الوجبه من ايدك، فبالتالي انت لازم تمسك راسه وتمسك بقه وتفتحه وتبدا تديله الوجبه بتاعته. يوم في التاني هتلاقي العصفور بدا ياخد عليك وبدا ان هو يمد بقه او يمد راسه عشان يبدا ياكل لوحده. طيب الاحسن ان انت تبدا تديله على طرف المعلقه واحده واحده لو انت لسه مبتدئ، وتخلي قوام الاكل يكون تقيل شويه. اولا الاكل احنا بنعمله بميه دافيه، وبنبدا ناخد العير بتاعتنا بالميه مش بالاكل، الناس عندها اختلاط في الحته دي. طريقه عمل التاكيل اليدوي ان احنا مثلا بنحدد ان احنا مثلا ناكل طائر بادجي، طائر البادجي ده ممكن ياخد 2 سم بس. طيب هنعمل ايه؟ هناخد بالسرنجه ميه دافيه 2 سم ونحطهم في مج او كوبايه، وبعد كده نبدا نحط من الباودر بتاع التاكيل اليدوي ايا كان هو نوعه ايه لحد ما يبقى فيه قوام في الميه بتاعتنا، وبعد كده نبدا ناخد على المعلقه وبيبدا نحط عند بق العصفور. العصفور بيبقى جعان بيبدا يفتح بقه واحنا بنفتحه له بالعافيه في الاول اول يومين، وبعد كده بيبدا يستطعم بيبدا ياكل واحده واحده. الطريقه دي بتتعب المربي شويه وبتاخد وقت، بس هي الافضل لان ديت ما فيهاش ان العصفور بيشرق منك، وما فيهاش ان انت ممكن تحط المبسم مثلا جوه فتحه التنفسي فالعصفور يموت منك، فديت امنه ولكن هي متعبه وبتبهدل الدنيا شويه اللي هو تاكله على طرف المعلقه. يوم في الثاني في الثالث بتلاقي العصفور هو اللي بيجري عليك اول ما بتيجي تحط الاكل، وهو اللي بيحط بقه في المعلقه وبيبدا ياكل، وبياكل اسهل من الاول، وكل مره بتاكل فيها بتلاقي الموضوع اسهل من الاول. طيب دي الطريقه الاولى واللي انا بفضلها لاي حد مبتدئ. الطريقه الثانيه اللي هي بتاعت الناس الخبره، بيبدا يجيب سرنجه ومبسم معدن او مبسم سيليكون، ودي طبعا بتبقى طريقه سريعه جميله بس بتحتاج خبره شويه من المربي. بتفتح بق العصفور بتحط المبسم بتدخله من شمال الطائر، بتدخله يعني انت تمسك الطائر بايدك وبعد كده تشوف فين شمال الطائر، وبعد كده بتدخلها من الشمال بتنزل في اليمين، بتدخلها من شمال الطائر بتنزل في يمين الطائر. ساعتها انت بتنزل في المجرى بتاع البلعوم اللي هو الاكل، وبعد كده بتدخل المبسم وبتتاكد ان المبسم جوه الحوصله، وبتبدا تنزل الاكل بكميه بتاعت الاكل كلها مره واحده. ديت انت بتختصر في الوقت، لو عندك مجموعه ما بتاخدش معاك وقت خالص، بس بتحتاج حرفيه في ان انت تبدا تدخل المبسم ازاي، ومحتاجه ايد حساسه عشان خاطر لا قدر الله ما يحصلش اي اصابه للفروخ. طبعا المبسم السيليكون هو مجهز ان هو يخش بق العصفور، والمبسم المعدن برضك مجهز بيبقى في اوله كده كره حديد بحيث ان هو ما يجرحش المريء والاغشيه المخاطيه للفم. فدي بتحتاج خبره شويه علشان خاطر تبدا تعرف تدخل المبسم ازاي، وطبعا احنا عاملين فيديوهات على القناه اي حد يقدر يتفرج هيتعلم بمنتهى السهوله. دي بتوفر وقت وما بتبهدلش الدنيا، وفي نفس الوقت الاكل ما بيبقاش فيه متنطور يمين وشمال. تمام، يبقى احنا كده اتعرفنا على طريقتين الاكل اللي هي الطريقه السهله بس بتبقى صعبه شويه على المربي كبهدله ووقت، والطريقه السهله على المربي بس الصعبه اللي هي محتاجه خبره في التاكيل. طب بعد كده عندنا سؤال، ناكل كم مره ومواعيد الاكل ايه؟ باختصار ناكل كل ما الحوصله تفضى. احنا خلاص اكلنا دلوقتي وشفنا ان الحوصله بتاعه الطائر او معده الطائر فيها اكل،
انا ما ينفعش اكل اكل على اكل، لازم يكون الطائر هضم وبعد كده ابدا ااكله تاني. يبقى احنا ما بناكلش طائر الا لما يهضم الاكل اللي موجود. الطائر هو صغير بيهضم تقريبا كل ساعه او كل ساعتين، لان حوصلته بتبقى صغيره فبيهضم بسرعه. كل ما بيكبر الطائر كل ما فتره الهضم بتطول، فدي كل ما تريح المربي. فعشان كده انت هتتعب بس اول يومين ثلاثه، وبعد كده هتبدا تلاقي ان الطائر بدا ياخد في واخد وقت في الهضم وحوصلته تكبر، فانت هتبدا ترتاح معاه. بعد كده عندنا الخطوه الاخيره في التاكيل اليدوي اللي هو التاهيل للفطام. انا عندي عصفور وخلاص اكلته يدوي وخلاص هو اتعود عليا، انا بقى عايز اهله للفطام. ساعتها ببدا اديله وجبه واحده بس في اليوم، والكلام ده طبعا في سن 35 يوم او ال 40 يوم، ببدا اديله وجبه واحده بس وببدا احط له الحبوب قدامه. ويا حبذا لو احنا عندنا عصفور نفس السن مفطوم من تحت الاهالي وبيعرف ياكل لوحده، ساعتها انا ببدا ادخله القفص مع العصفور ده، وهو لما يجي ياكل وبالفطره هيبدا يخش عند الاكل وفي الحبوب بيبدا يلعب، هيشوف العصفور التاني بيبدا ياكل هيبدا ياكل زيه. طب انا لو ما عنديش عصفور تاني ومتعلم الاكل، ممكن هو بالفطره يبدا يتعلم ياكل ازاي. هديله وجبه واحده بس واخليه يجي عند طول النهار وابدا اقدم له الحبوب قدامه، وهو بالفطره هيبدا يلعب عند الحبوب، وبالفطره برضك هياخد حبايه ويقزقزها، ولو شفته قزقز حبايه واحده الف مبروك كده هو خلاص اتعلم الفطام واتفطم، ومع الجوع والفطره هيبدا يملى حوصلته كويس جدا ويبقى كده اتفطم على خير. بس المرحله دي بتحتاج منك ان يكون قلبك تقيل شويه، لان انت طبعا هتكون اتعودت عليه وهو بدا يتجاوب معاك، فانت هتحبه فمش هيهون عليك ان انت تجوعه، بس للاسف لازم يكون قلبك جامد علشان خاطر يتفطم ويبقى عصفور تمام وزي الفل. تمام كده احنا خلصنا بفضل الله التاكيل اليدوي الخمس المراحل بتوعه. هيبقى عندنا الجزء الثاني اللي هو التقزم، والتقزم مختصر كده هو سببه لا اما جيني لا اما الاهالي دمهم مش راكب على بعض فعشان كده بيجيبوا تقزم ويعتبر دوت من حالات الاعاقه، لا اما خلل في التغذيه. العصفور اول ما بيطلع من البيضه ما بياخدش اللبن اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه وما بياخدش التغذيه المناسبه، فبيحصل عمليه تقزم او نقص حاد في العناصر الغذائيه. فده ممكن لو اشتغلت معاه بالاي 21 واهتميت قوي قوي بدرجه الحراره والرطوبه والتاكيل هيبدا يقوم معاك، بس مش هيقوم برضك بشكله الطبيعي وهياخد وقت شويه لحد ما الريش بتاعه يطلع. طيب دي طريقه التعامل معاه العصفور لو انت عندك عصفور في تقزم. طيب مصيره ايه في التربيه؟ لا يفضل في التربيه ولا الانتاج العصفور اللي عنده تقزم، لان ديت غالبا بتتورث لو جايه جينيه، ولو مش جايه جينيه وجايه نقص فيتامينات فتلاقي العصفور ده بيغلبك جدا جدا في الانتاج، ولو كانت نتايه ممكن يجي لها احتباس بيض بشكل متكرر وهتبقى فيها مشاكل كتير. فانا لا افضل تربيه او انتاج العصفور اللي عنده تقزم. تمام يا رب يكون الفيديو افادكم. زي ما قلت لكم انا طالب منكم بس في الفيديو ده مشاركه للفيديو على الجروبات بتاعت الفيسبوك بتاعت العصافير، وكمان لايك علشان خاطر المعلومات دي توصل لكل المربين والكل يستفاد. وحضرتك انا هاخد اجر عشان نشرت معلومات عن تجربه فعليه هتنفع كل مربي وهتنفع الطيور الجميله ديت وننقذها من الموت، وحضرتك برضك هتاخد نفس الثواب لان انت نشرت عمل خير. تحياتي ليكم وإن أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.